تحط السماعة مسمعتكيش. انتي اخدتي تليفوني ليه اصلا؟ اصلا انا موبايلي فصل شحن وانت كنت نايمة فاخدت تليفونك. ما تاخديش تليفوني تاني. ماشي انا اسفة. يا بتي بعرف ليه بتعملي كده مع ان انا بحبها. انت ازاي تسكتي لها كده؟ كان لازم تشتميها. جيسي ما تقبليش الشر بالشر يا جيسي. هي مش بتحبك اصلا يا جيسي. هي بتحبك وانت كمان بتحبيها. وانا بقولك هي مش بتحبك. لازم يكون عندك شخصية كده وتزعقلها زي ما زعقتلك وبهدلتك. انت ايه يا جيسي؟ خليك متسامحة زي ما ربنا بيسامحك. انت ازاي بتسمعي كلامها؟ دي لازم تزعقلها وتشتميها. ده انت اختها الكبيرة، ازاي تطلع وتزعق فيكي بالطريقة دي؟ انت ازاي ساكتة كده؟ انت ما عندكيش شخصية يا جيسي. سامحيها لانه ربنا كمان بيسامحك على اللي انت بتعمليه. وافتكري لما بتغلطي بتجري على ربنا وتقولي يا رب سامحني وبيسامحك. انت يا بني ادم اوعي تسامحيها. لو سامحتيها مرة هتغلط فيكي مرة واثنين وتلاتة وهتقومي ملطشة البيت. انت ما بتحسيش؟ خلي عندك كرامة كده وقومي هتعمل شعرها وتخلي وكسر لها تليفونها اللي فرحانة بيه ده. يا جيسي ما تسمعيش كلامه لانه اختك غلطت وانتي كمان بتغلطي والمفروض نكون بنسامح بعض صح؟ ادخلي اشتميها. بقولك يا جيسي سامحيها. بقولك ادخلي اشتميها وحطيها من شعرها. لا يا جيسي ما تعمليش كده سامحيها. ادخلي اضربيها. بقولك مني. انا زعلانه مني. انت اخت حبيبتي.